شربة الماء وهذا حالة النازحين. كل المظلومين عندكم اجيبهم بيدي. من اقصى العراق الاقصى. سيدات والسادة اعضاء مجلس النواب رئيسا لجمهورية العراق. زيادة كانت مستمرة لانه حافظ على استقلال العراق وسيادته. حوار التاسعة مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما اقترب موعد الانتخابات اختلفت توقعات نسبة المشاركة فيها، وذلك بفعل المتغيرات التي تطرأ على التنافس الانتخابي، فتارة ترتفع الرغبات بالمشاركة وتارة تنخفض، فلكل فعل رد فعل، أفعال إيجابية يعود صداها مشاركة أكبر، وأفعال سلبية تنعكس على الواقع بالمقاطعة. عن استبعاد المخالفين للقانون الانتخابي وعودتهم للمنافسة سنتحدث. قبل عامين من اليوم كان المشهد مختلفا تماما، فكانت تشرين في يومها الثالث تضج بصرخات نريد وطن ورائحة الدماء وجرائم الدخانيات وصمود الشباب. هذه الروح وهذه الهبة وهذا العنفوان كله كان في سياق واحد، البحث عن وطن ونازل آخذ حقي وحقي وطن. أما اليوم المشهد مختلف، ما يتصدر في ساحة الانتخابات مختلف عليها، أرادها الشباب لكن كثيرين منهم ينوون مقاطعتها بسبب تلاعب الكتل والأحزاب بها. أبرز القضايا التي تقوي ثقة الناخبين هي استبعاد الفاسدين والمخالفين للقانون، وأبرز ما يضعف الثقة هي عودتهم بثغرات قانونية. ولذلك فإن الوطن والحلم الذي أرادته تشرين يعتمد بشكل كبير على نتائج تلك الانتخابات المبكرة التي نثير حولها أسئلة. هل تؤثر الاستبعادات وإعادة المستبعدين على فاعلية المشاركة في الانتخابات؟ وما الخيارات التي تملكها المفوضية الانتخابات بحق منتهكي سلوك التنافس غير الاستبعاد؟ ما مدى إمكانية مفوضية الانتخابات على حفظ سلامة التنافس الانتخابي إن وجد؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها بعد قليل في حلقة الليلة من حوار التاسعة. تواصل مفوضية الانتخابات متابعة المخالفات والتجاوزات على قانون الانتخابات والسلوك الانتخابي، متابعة تجريها المفوضية بسلاح الاستبعاد من المنافسة الانتخابية، إلا أن المرشحين يتحصنون بدرع الثغرات القانونية للعودة إلى المنافسة. كثرة الاستبعادات مع عدم فعاليتها أمام المتنفذين وضعف القوانين تسببت إلى حد كبير في إضعاف ثقة الناخبين بالانتخابات المقبلة، الأمر الذي دفع عددا من خبراء القانون إلى الطلب من المفوضية التريث في مسألة الاستبعاد مخافة عودة المخالفين وبقرار قضائي هذه المرة. في المقابل تدرك المفوضية أن المرشحين الفاسدين يمكنهم إيجاد ثغرات قانونية للعودة، لكنها تؤكد أنها تقوم بما يحتم عليها واجبها، خاصة أن مجلس المفوضين مكون من قضاة مرموقين لهم خبرة واسعة في القانون، وهو ما يعني أنها ترفض تحمل مسؤولية السكوت عن المخالفة القانونية. أما مسألة عودة المستبعدين فإنها تقع على مسؤولية القضاء، ولكن ليس القضاء وحده. من هذه الزاوية يمكن فهم وجهة نظر مفوضية الانتخابات، فالعملية الانتخابية تعتمد في المحصلة النهائية على قرار الناخب، لذلك فإن بيان أسباب الاستبعاد وموضوعيتها تعد الفصل بالنسبة للمفوضية أمام الناخبين، وليس عودة المرشح من عدمها. فالمستبعد المخالف للقانون وإن عاد فإن القرار النهائي سيكون بيد الناخبين، أو بعبارة أدق بأصواتهم الراغبة بالإصلاح. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بضيوفي هذه الحلقة من بغداد الدكتور أيسر الجادري عضو تيار الحكمة والقيادي فيه، ينضم معنا من أربيل الأستاذ جبار المشهداني كاتب ومحلل سياسي،
ومن بغداد الأستاذ فيصل ريغان، قانوني وخبير في القضايا القانونية. مرحبا بكم جميعا. قبل الحديث عن قضية الاستبعاد دكتور أيسر، ربما واضح جدا لدى الرأي العام المتابعين وبالتأكيد في مقدمتهم المختصين أن آلية الاستبعاد واضحة، لكن هل آلية العودة والطعن في الاستبعاد أيضا واضحة بالنسبة لكم ككيانات سياسية؟ شكرا دكتور على الاستضافة، تحية مسائية طيبة لضيفيك الكريمين ولكل مشاهدي قناتكم الأكارم. يعني بالتالي خلينا نتحدث دكتور بشكل من التفصيل على ما يجري الآن في هذه المرحلة أو في هذه الانتخابات في موضوع إجراءات اللي تقوم بها المفوضية. هي سابقة ما اعتدنا عليها وما شفناها يمكن في إجراءات المفوضيات في المراحل الماضية أو في الانتخابات اللي مرت علينا في كل دوراتها، أن هناك إجراءات وعقوبات وتعليمات تطبقها المفوضية بشكل جيد حقيقة. تفصيل إلى النظر باتجاه هذه الإجراءات اللي تقوم بها، سواء كانوا هؤلاء اليوم على سدة المفوضية وإدارتهم قضاة، لكن بالتالي هم يتعاملون الآن مع جانب إجرائي وأمور ذات طابع يعني عمل فني، عندما ينظرون في بعض الإشكاليات أو بعض الشكاوي أو بعض الدعاوي باتجاه مرشحين بشكل أو بآخر، هم يعتمدون على ما لديهم من أوراق أو من أدلة أو من ثبوتيات، فيأخذ القرار بهذا الاتجاه. لكن عندما يتحول الأمر من خلال الشخص اللي يعني المنوه إليه أو الشخص الذي أخذ بحق الإجراء ويذهب به للقضاء، القضاء هناك إجراءات تختلف، هناك تفاصيل وأدلة ولعل مجموعة من البراهين اللي قدمها. دكتور أيسر، إذن هنا الإشكالية في التقاطعات أم الإشكالية في صياغة القانون؟ لأنه مو طبيعي أن شخص يستبعد من مفوضية الانتخابات والمؤسسة القضائية اللي ترجعه، أنا وين الإشكال بالضبط برأيك؟ لا دكتور، هو كلامك سليم، كلامك جدا دقيق، لكن انت لاحظ انه ايضا اكو عدد كبير من الذين تم استبعادهم سواء بموضوع الشهادات، سواء بموضوع الاجتثاث، سواء بموضوع يعني جرائم وما الى ذلك، لم يستطيعوا العودة حتى وان طعنوا امام القضاء. نعم هناك الان بعض التفاصيل الان في هذه المرحلة الاسبوعين الاخيرة، كان يكون شخص خرق الضوابط والتعليمات اللي وضعتها المفوضية، بالتالي عندما يقدم طعن عليه أو دعوة أو شكوى من جهة معينة، كان يكون ناخب منافس عفوا منافس إليه مرشح أو مواطن عادي، المفوضية بقضاتها ما تتعامل مع الموضوع كحكم أو تأخذ بحكم، وإنما هي تأخذ إجراءات وفق ما عدها من أدلة. نعم أنت دكتور، دكتور معذرة، تعرف وين الإشكال الحقيقي؟ هنا قضاة في المفوضية قضاة، وعند القضاء أيضا قضاة، هذا القاضي يحكم بموجب إجراءات وهذا القاضي يرجع بموجب إجراءات. أحسنت هذا الموضوع. إحنا الآن ده نخلط أنه هذا القاضي يا ترى الآن في هذا المكان، هل هو القرار اللي يتخذه وفق يعني مهنة القاضي؟ لا، هنا أنا مو قاضي دا يشتغل، هنا دا يشتغل. أنت تقصد الإجراءات التنفيذي. مختلفة، القواعد مختلفة. نعم نعم هنا أنا مو قاضي، الآن دوره هنا يقوم بجانب إداري، جانب تنفيذي. لذلك من كنا إحنا القضاة مع اعتزازنا بهم في المرحلة الأولى أو بالبداية قلنا كون تكون لهم الخبرة، كون تكون لهم المساحة، القدرة على أن يمشون عمل المفوضية باعتبار هذا قاضي يضع أمامه، توضع أمامه مجموعة من الأدلة ومن ثم وفق القوانين والتشريعات والأدلة وما إلى ذلك يأخذ حكم في قضية معينة. الآن من تضع مجموعة من الإجراءات قدامه أو الأمور، ممكن أنه عملية إدارة المفوضة، هذا اللي كنا متخوفين به بإجراءاتهم أو بعملهم في المفوضية، لكن حقيقة أجادوا في كثير من النقاط. أنا وياك متفق في تفاصيل معينة أنه الآن القضاة ما يقدرون يحكمون عليه، لذلك نشوف البعض من إجراءات المفوضية الآن تعود أو تنقض من قبل القضاء في بعض التفاصيل حتى على الإجراءات الفنية.
يعني حتى على بعض الإجراءات اللي تخص مو فقط استبعاد، وإنما تخص بعض التفاصيل اللي تخص الإجراءات الفنية في عملية التصويت وعملية حساب الصوت. تعرف طيب احنا قبل فترة طعنا في أكيد. موضوع أكثر. فقط هاي النقطة فقط هاي النقطة استاذ الدكتور زين، موضوع الطعن صار اللي في موضوع حساب الصوت الخاص، هل يحسب قبل ما تجري الانتخابات العامة أم يحسب مع الإجراءات العامة؟ فكان لكم موقف أو قرار للقضاء يختلف عن قرار المفوضية، بالتالي هذا الأمر اللي نتحدث فيه بأنه بعض ما ينظر أو بعض ما يقرر قضاة المفوضية بالتأكيد هو عرضة للطعن وعرضة للمواقف اللي مختلفة يمكن طيب. من إجراءات القضاة في المحاكم. أستاذ جبار المشهداني مرحبا بك مرة أخرى ضيفا من أربيل. هنا إجراءات وهنا إجراءات، يعني هنا القاضي يطبق سياقات قانونية وهنا القاضي يطبق سياقات قانونية أيضا، على الرغم بأنه هو مفوض، قاضي مفوض. التقاطع وين؟ إحنا مبالغين بالموضوع لو يعني أكو حسبة سياسية جاي تلعب دور بالإقصاء وبالإعادة. مساء الخير عليك دكتور زيد وعلى الضيوف الكرام وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة المفوضية من الواضح أنها تعمل وفق أجواء سياسية وتريد الحفاظ على سلمية الانتخابات وتريد تمررها، تريد تمشيها، لأنه ابتداء من سمح لمطلقي الصواريخ أن يشتركوا بالانتخابات ما يقدر يمنع واحد يضرب بالبرنة أو بالمسدس، من سمح لمن سرق المليارات ما يقدر يحاسب اليوم واحد ذب لسيارتين ثلاثة سبويس. الأجواء تقول أن المفوضية والعملية السياسية ماشية باتجاه أن نسمح بالمشاركة لأكبر عدد ممكن، أكو موازنة بين السماح بإعادة إنتاج الوجوه القديمة للأحزاب التقليدية وبين السماح لوجوه جديدة، أحزاب جديدة، تشرينيين غير تشرينيين بالمشاركة، على أمل أن يكون الحسم بيد الجمهور. هذا هو الأساس اللي تمضي عليه العملية الآن. أما القرارات القضائية فهي أكيد تأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي وحساسيته. طيب إذا هو حريص أستاذ جبار، إذا هو حريص على المشاركة السياسية ورغبة الناس بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، ما يعني مخالفة الإجراءات وتقاطعها ما بين قضاء المفوضية وقضاء المؤسسة القضائية هذا يخلي العزوف أعلى بمرور الوقت، يعني الشريحة المترددة راح تميل إلى شريحة المقاطعين وليس إلى شريحة المشاركين. أنا أتفق تماما معك أنه هذه الإجراءات لا تسهم في زيادة المشاركة، بالعكس تعزز جانب المقاطعة، ولكن هذا ما يجري الآن هو امتداد لما جرى بسنوات سابقة. 2010 كانت الكتلة الأكبر واضحة، بعدين أكو أسماء استبعدت ثم رفع عنها الاستبعاد. القضية الآن مثل ما جرى في لبنان مثلا، قيل في وقتها بعد اغتيال الحريري أن المحافظة على السلم والأمن المجتمعي أهم من تحقيق العدالة، لذلك الآن حتى تمضي العملية الانتخابية إذا اتخذت الإجراءات القضائية بحرفية اللي يتحدث عنها الضيف الكريم ربما تسبب مشاكل سياسية. الإجراءات الحالية أتفق أنها قد تسبب إلى حد كبير عزوف وقلة نسبة المشاركة، لكنها تحافظ على المسار السياسي للعملية الانتخابية، وهذه هي رغبة الكتل السياسية. هنا بس أنا حتى أحسم الموضوع، هنا التقاطع ما بين قضاء مفوضية وقضاء المؤسسة القضائية المعروفة سواء اتحادية أو محكمة قضاء إداري أو غيرها، هنا أكو تقاطع لو أكو اختلاف في وجهات النظر ما بين قاضي وقاضي كل حسب موقعه، فلذلك قاضي طلع المرشح لكن بنفس الوقت قاضي رجع. نعم، قاضي يطبق الإجراءات وفقا للقانون اللي يعمل عليه، وقاضي آخر يحاول أن يديم العملية السياسية ويحافظ على سلم العملية الانتخابية، هذا ما يجري حاليا حرفيا. واثنيناتهم معنا اثنيناتهم خاضع للضغط السياسي. لا الحقيقة يعني ما راح أسميه ضغط سياسي، راح أقول محاولة من السلطة القضائية لتسيير الانتخابات والترك الحسم النهائي بيد الجمهور. زين، هذا معناها يعني موضوعة استبعاد المرشحين ماسخ، يعني ما له أي طعم ولا لون ولا رائحة،
إن كان قضائي طلعوا وقضائي رجعه للانتخابة للمرشح. لا الجنب السياسية ما نقدر ننكرها دكتور زيد، يعني الآن لو مشارك بالانتخابات ومسوي أقل هفوة إذا مشارك أنا مستقل يمكن استبعادي، لأن ماكو جهة سياسية بظهري ممكن تسعى لإعادتي. طبعا أيضا المشاركين، وهذا يعني جزء من حديثنا في عدم تكافؤ الفرص، أن المشاركين بالانتخابات المرشحين اللي يفترض هم على خط صروع واحد لا يمكن قياس يعني رئيس مجلس نواب سابق بمرشح جديد أو وزير سابق أو نائب أو رئيس كتلة. بالتأكيد التعامل معهم سياسي وليس قضائي، هذا محسوم الموضوع. يعني هسه احنا مثلا شعلان الكريم استبعد ثم عاد إلى السباق الانتخابي حسب ما فهمنا، حيدر الملة استبعد واكو احتمالية أيضا يرجع إلى السباق الانتخابي بشكل طبيعي، هذا متوقع من وجهة نظرك على الأقل؟ يعني يعود أو لا يعود، هذا يعود إلى القضاء. توقعاتك أقول يعود كمحلل. حقيقة بالنسبة للسيد حيدر الملة يعني توقعاتي أنه قد لا يعود. ليش؟ يعني ربما تجد السلطة القضائية مخالفة واضحة وتثبت على قرارها، والجهة القضائية الأخرى لا تجد مسوغ لإعادته، ربما هذا ما يحصل. طيب بالمعايير الموضوعية، شعلان الكريم تهمة استبعاده كما تقول المفوضية هو التبليط واستثمار موارد المحافظة في الدعاية الانتخابية. حيدر الملا البارحة يقول أنا استبعدت بسبب حديث سابق مسرب ورفع عليه الشكوى محمد الكربولي، وبالتالي يعني ربما مسوغ استبعاد شعلان الحديث الآن القائم أكثر وضوحا من حيدر الملا اللي كلامه قديم. أنت كمحلل تتفق وياي الفكرة؟ يعني أوكي أنا أيضا أقول لك كمراقب للمشهد في صلاح الدين، هناك مرشح سرق مليارات وسامحي له بالمشاركة، فالناس أيضا راح تسأل لماذا يشارك فلان، لماذا يشارك فلان ويسمح له، مقابل أن لا يسمح لشخص حتى وإن ثبت أنه جايب سيارتين ثلاثة سبيس. مو المشكلة الناس راح تقارن مو وفقا للأحكام القضائية، وفقا للوقائع اليومية التي رافقت العمل السياسي في سنوات الأخيرة، فراح يقولوا أنه فلان وأنت تعرف أنه فلان ومن فلان هذا مسموح له، هذا جايب سيارتين ثلاثة تريلة مشوها حتى تمشي العملية الانتخابية، وقد يفوز وقد ما يفوز. معناها هذه أكثر مرة كررت أستاذ جبار، الهدف الرئيسي هو أن تمر الانتخابات، بس شلون تمر هذه مو قضية. نعم لا هذا باتفاق الكتل السياسية والجميع بما في ذلك حتى يعني رسالة المرجعية الأخيرة، يراد لهذه الانتخابات في 10/10 أن تمضي. ما الذي سيجري بعد 10/10 هذا ملف آخر يمكن اتخاذ القرارات بشأنه مستقبلا. أستاذ فيصل ريغان، مشاكل جاورة 10/10 أكبر من ذني، ليش مستعجلي؟ جيد أستاذ فيصل ريغان كخبير قانوني، مرحبا بك مرة أخرى ضيفا من بغداد. هل يعني التسويق القضائي صحيح من وحي خبرتك القانونية؟ أريد تشخيص موضوعي جدا لأن قضاء المفوضية استبعد والقضاء يعيد المرشح المستبعد إلى السباق الانتخابي، الخلل وين من وجهة نظرك؟ بدأ تحية لك دكتور زيد العزيز ولضيوفك الكرام. الحقيقة أنا بدي في بداية الحديث أن نميز إحنا بين المفوضية وبين أكو لجنة قضائية تمييزية. المفوضية المستقلة للانتخابات بموجب قانونها الجديد 31 لسنة 2020 تأسس بتشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات. نعم هم كانوا قضاة سابقا لكن الآن هم موظفين تنفيذيين، يعني صفة القاضي تماما أزيلت منهم. بنتعامل ويا المفوض في مفوضي الانتخابات نتعامل وياه كموظف تنفيذي بعنوان مفوض. لكن أستاذ فيصل يعني كلاهما يتعاملان مع النصوص. نعم بالتأكيد ويطبقان النصوص. اي بالتأكيد هو أنا راح أجيك لهذه المسألة. في قانون الانتخابات وقانون المفوضية جدد، يعني قانون الانتخابات 9 وقانون المفوضية رقم 31 تشكلت عندنا هيئة قضائية تمييزية مكونة من 7 أعضاء. هذول واجبهم يميزون القرار اللي تتخذ المفوضية. المفوضية الآن تتعامل ويا النصوص أو تتعامل ويا الحدث كمفوضية، يعني كجهة تنفيذية من تجهة مخالفة
تنطي حكم ابتدائي، هذا احنا نسميه بعرفنا القانوني حكم ابتدائي، من اللي بعدين حكم قابل للطعن، من يطعن به خلال 3 أيام بموجب المادة 15 من قانون المفوضية ممكن أن يطعن به أي شخص أمام لجنة القضاء التمييزية، ذيك قضاة، ذولاك قضاة تابعين للمجلس القضاء الأعلى، هذولاك راح ينظرون إلى الأدلة والبيانات اللي قدمها الطاعن بقرار المفوضية. هسه مثلا اليوم احنا نتحدث عن شخص اتهم باستخدام آليات أو موارد وزارة معينة، آلياتها بالتبليط والكذا، ايش سوى هو؟ طبعا الأدلة أو الشخص اللي اشتكى عليه قدم صور وبيانات وفيديوهات مقاطع فيديو، من راح للهيئة القضائية ايش قدم لهم؟ قدم لهم صور يعني اللي الطاعن بقرار المفوضية، قدم لهم صور وقال لهم يا بها هاي الآليات مالتي أنا مأجرها، مو آليات الدولة، شلون تثبت؟ قال لهم هاي الآليات فحصوها إلى آخره من المسائل. إذن اللجنة التمييزية القضائية تتعامل ويا القرار البدائي اللي اتخذته المفوضية باعتبارها جهة تنفيذية، صفة القاضي لغت من عندها، احنا لا يمكن نقول عليهم لجنة قضائية أو هيئة قضائية. هذا شيء يسوي؟ يباوع على الأدلة اللي موجودة عنده ويحكم من خلالها. لكن أستاذ فيصل لما تقول بأنه القاضي لما يدخل ليمارس عملا تنفيذيا في مفوضية الانتخابات تنتفي عنه صفة أن يكون قاضي، زين أنا على جايب من قضاة، لا هو بجيب مواطن عادي بالتأكيد. يعني أنا في يعني هذا موضوع آخر بدي أطرحه أمام حضرتك وأمام المشاهدين، في اجتماع مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ضم عدد من القانونيين وأنا كنت حاضر به مع مجموعة من الإعلاميين، تحدث بهذا الموضوع وسألنا نفس السؤال، قلنا له شو لك في القضاة موديهم إذا هو انتفت من عنده صفة القاضي؟ قال بصراحة قال أنا والله يعني بالبداية أنا كنت معترض على هذا الموضوع، لأنه حتى لا يصير خلط بين الواجب التنفيذي والواجب القضائي. اليوم القاضي خلص انتهت الصفة عنه، يعني هو مو قاضي الآن، هسه موظف تنفيذي، لا ما حد يقول عليه قاضي، وهذه مشكلة مخالفة قانونية إذا واحد قال عليه، حتى هو نفسه المفوض في المفوضية إذا كتب القاضي فلان من الناس هو مخالف لوضعه، يعني يفترض يقول المفوض أو العامل في هيئة في المفوضية المستقلة للانتخابات كذا إلى آخره صفته الوظيفية. لذلك احنا يجب ان نميز بين هذه اللجنه القضائيه التمييزيه واللي هي قضاة ويمارسون ماشي. العمل القضائي هذا جيد طبعا. لكن نعم. لما هسه هو يعني موظف ماشي، اتفق وياك على انه موظف وليس قاضيا، لكن في قراءتي للقرارات وحكمي عليها هو يلبس يعني ثوب القاضي، نعم عنده خبره كقاضي بالضبط نعم. فايهما ادق؟ يعني احنا هو هذا الميزان، القاضي اللي ابعده من الانتخابات واخرجه من السباق الانتخابي لو القاضي اللي رجعه؟ لا هو شوف دكتور زيد، القاضي اول احنا خلينا نقول عليه المفوض، ما نقول عليه قاضي حتى لا تختلط الامور عليه، عضو المفوضيه او المفوضيه المستقله للانتخابات بصفتها الوظيفيه مو بصفتها القضائيه، عندها قانون مخالف، شخص مخالف جدت بيانات عليه تحققت هذه المخالفة، أو مثلا كتاب من هيئة المساءلة والعدالة قالوا هذا مشمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، ما راح تدقق هي المفوضية لأن ما عدا وقت بالتأكيد، شو تسوي؟ تصدر قرارها بدائي نعتبره احنا، وين يروح هذا إذا عنده أدلة أخرى تبعد عنه هذه الصفة أنه مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة؟ وين يقدم الطعن؟ يقدم الطعن ضمن القانون يم اللجنة القضائية التمييزية المشكلة في لهذا الغرض، هو راح يقدم أوراقه، يقدم مستنداته، يقدم أدلته، تنظرها هذه الهيئة إذا اقتنعت بها وشافتها أنه فعلا هذا الرجل ما مشمول بإجراءات الهيئة أو هيئة المساءلة والعدالة، يفترض أنه تعيد ترشيحها من جديد. أما إذا الأدلة اللي قدمها والبراهين لا تثبت ذلك فبالتأكيد تستمر وتأيد قرار المفوضية ويصبح قرارها بات وقطعي
ولا يشمل ويستبعد من الانتخابات. دكتور هذا كمثال يعني. اغلب شكرا جزيلا استاذ فيصل. دكتور ايسر، اغلب يعني النخب السياسية وكذلك الثقافية المؤمنة بضرورة المشاركة في الانتخابات، كل ما تتقدم وتستخدم مثل هذه القرارات يعني أدلة للناس على أن المفوضية يعني قادرة على استبعاد مرشحين متنفذين تابعين لأحزاب متنفذة، فيقنعون الناس بالمشاركة، ولما يطعن بالقرار الناس ترجع عالية تقول يابا هذا صاحبك اللي تدعي أن المفوضية قادرة على الاستبعاد ترى رجع. وبالتالي إلى أي درجة مضرة مثل هذه القرارات والتقاطعات بتوجهات الرأي العام نحو المشاركة في الانتخابات؟ يعني هو نفس الشيء ينطبق دكتور، أنت رجل حصيف ورجل يعني مهني، نفس الشيء ينطبق أيضا عندما يستبعد شخص ويقول لك هذا الإجراء إجراء سياسي وفق ضغوطات سياسية باتجاه هذا المرشح، وعندما يعود أيضا تلقى جهة أخرى تقول عاد لوجود ضغوط سياسية. هذا الأمر ما يحي ينتهي بالتأكيد، وشوف أنه الموضوع الضغوطات السياسية على القضاة على المفوضين على الكذا راح يكون حاضر، بأنه تدخلت جهة سياسية لعادة فلان، تدخلت جهة سياسية. بس أنا خلينا نتحدث بصراحة وبشفافية أكثر وبوضوح. حضرتك طرحت بالمحور الأول وبالسؤال الأول، ولعل الأستاذ فيصل أجابك بشكل فعلا قانوني. أقول شنو الضير من نتحدث على أنه القتل السياسية والقوى السياسية وكل الـ يعني المثقفين الشرائح المهتمة بهذا البلد باستتباب الوضع تذهب باتجاه أنه تجرى الانتخابات، من الضروري أن تجرى الانتخابات. فلذلك حتى نشوف أنه بعض الإجراءات هي ما تأخذ من يعني ما تضرب القانون بقدر ما تأخذ روح القانون وتتعامل حتى تدفع باتجاه مشاركة فعالة لموضوع الانتخابات، سواء هذه الإجراءات من قوى سياسية أو من المفوضية أو من القضاء. الكل يريد أن هذه الانتخابات تمضي، طبعا مو تمضي وفق ما يشاء فلان أو فلان، تمضي بشكل صحيح لأن هي المعبر الحقيقي لاستقرار الوضع لتصحيح المسار. دكتور وما إلى ذلك، المادة التي تسير العملية الانتخابية إلى بر الأمان أن الشعب هو مصدر السلطات، مصدر الديمقراطية، الشعب مقاطع يحتاج إلى مجموعة قرارات تحفيزية للمشاركة في الانتخابات، فجأة نائب يستبعد أو مرشح يستبعد ويعود بقرار. هسه بغض النظر عن يعني الدواعي كانت سياسية الاستبعادة والعودة، لكن انت لما تشوف رأي العام مربك خلاص عوفه ما اخو داعي تستبعده. اذا اكو يعني من الواضح ان هناك ارادة لإعادة مرة اخرى. لا دكتور، خلينا نكون، انا اقول خلينا نتعامل مع القضاء، ننظر الى القضايا المطروحة امام القضاء، عوف من موضوع الانتخابات وموضوع المفوضية. الا يوجد في القضاء الان محاكم وقضايا يحكم بها في محاكم البداءة بقرار معين، ثم يذهب صاحب الشأن أو المتهم أو الشخص المومه إليه ويذهب إلى جهة أعلى إلى محكمة أعلى التمييز هذا ويطعن في القرار ويحصل على قرار أقل يعني تخفيفا أو براءة أو كذا. إذا هنا في داخل نفس القضاء هناك يعني قرارات تختلف من محكمة إلى محكمة، من إجراء إلى إجراء. ما عندنا مشكله الان هذا اليوم يعني استبعد بالغد، خلينا نكون اكثر وضوحا للناس. هم الناس اللي الان اصبح عندها وعي، انت قدمت مقدمه رائعه انه الان الشعب بعد احداث تشرين اصبح عنده يعني وعي بتفاصيل الامور وتجري. فالان من يشوف انه المفوضيه تاخذ اجراءات مثل ما قال الاخ الاستاذ القانوني الاستاذ فيصل، فعلا انه الان القضاة في مكان ما يسمح لهم إلا أن يقومون بأخذ إجراءات، مثل ما اليوم أنت قاعد في دائرتك في جهتك التنفيذية وتأخذ إجراء تجاه موظف أو تجاه قضية تخص إدارة الدائرة التي تقوم بإدارتها، ومن ثم هذا المتضرر من هذا الموقف ممكن أن يذهب إلى المحكمة ويحصل على قرار يختلف عن قرارك الإداري أو قرارك التنفيذي اللي أنت أخذته. فبالتالي أقول أنا ما عندنا مشكلة كبيرة. أنت نعم أنا وياك أتفق بعل إنه هل هذه الإجراءات أو القرارات تغبن حق أحد، تكون باتجاه جهة معينة، هذا اللي ما مطلوب، هذا اللي يكون ما يتحقق. كون تبقى المفوضية، كون تبقى الإجراءات، تحاول أن
تعمل على ان تكون اجراءات ذات طابع فني، ذات طابع اجرائي، بعداله، بمساواه، مثل ما قال اخونا استاذ جبار، تسمح لحاله التكافؤ بالفرص، تسمح لحاله انه ما يتدخل المال السياسي، السلاح، كذا. هذه الاجراءات اللي يكون توفرها المفوضيه. تبقى انه هذه الاسماء، العناوين الان اللي مثل ما طرحت انت اسميا وقدمتهم كقضايا انطرحت في هذه المرحله. نعم. القضاء عندما ينظر ما ينظر لهذه التفاصيل، انه هذه القضيه بالسابق انطرحت، او هذا الموقف من المرشح الفلاني يتحدث به بمكان معين. لا، يتحدث القضاء او ينظر القضاء بحجم الاثر او بحجم الخرق اللي مثله او سببه هذا المرشح، او حجم التجاوز. بالامس اسمع انه في البصره حتى تجاوزات صارت اكو غرامات ماليه. الان المرشح ممكن انه يطعن في موضوع الجانب المالي، مو يطعن بانه انا فعلا الغرامه الماليه ما اقبل اسددها، لكن المبلغ كبير، ممكن ان يقلل المبلغ او يمكن ان يضعف المبلغ عندما يوحد يطعن في هذا القرار. طيب. فهذا اللي اقول انه اكو مساحه للحديث. بس وذهاب المفوضيه دكتور ربما الى سياق الغرامات أجدى من أن يستبعد مرشح ثم يعود، يعني يخرج من باب المفوضية ويعود من شباك آخر. يعني الغرامات حتى نخلص من هذه الجدلية. لا لا وما يأثر على إدارة المفوضية الانتخابات، هاي المشكلة. لا دكتور زيد ما يخالف، بس أقول أنت إذا اليوم تؤمن بأنه هناك حرية وإمكانية لاستحصال حق معين، رفع غبن معين، فخلنا نؤمن بأن القضاء لحد الآن القضاء يعمل بكل إنصاف، بكل عدالة، بكل وضوح بهذا الموضوع. وهناك إجراءات تقوم بها المفوضية أيضا بدرجة عالية. أنا قارن المفوضية بإجراءات المفوضيات السابقة، فهنا أنا أشوف أنه أكو مساحة كبيرة لتطبقها من إجراءاتها، من تنفيذ التعليمات، الضوابط، الإجراءات اللي تقوم بها بشكل أفضل. خليني أقول لك تقول يعني مثالي، أقول لك لا مو مثالي، مو صحيح. يعني من وجهة نظري على الأقل الحكم على أداء المفوضية يعني نصبر شوية، خلينا نشوف الانتخابات ونتائجها. أتحدث بما يكون. نعم. وإعلانها حتى نطلع بحزمة كاملة من التقييم الموضوعي. أستاذ جبار المشهداني. أتحدث بما تحقق. وإنما إذا أنا أريد بالتأكيد الانتخابات ونتائج الانتخابات والمحافظة على الصوت المرشح، وعفوا نعم المرشح والناخب أيضا، هذا أمر مهم وأساسي. ونتمنى أن تبقى هذه الإجراءات بهذا الشكل وزيد بالعكس في الايام القادمه بحاله من الوضوح والشفافيه. استاذ جبار، الى اي درجه يعني هذا الارتباك الذي احدثته قرارات المفوضيه بالاستبعاد وقرارات القضاء بالاعاده مره اخرى ستحيي فكره يعني يقول لك انت قرارات بسيطه ضربت بهذه الطريقه واختلف عليها ما بين مؤسستين، شنو انعكاسات ذلك على يعني إدارة العملية الانتخابية بصورة عامة في يوم الاقتراع، في يوم إعلان النتائج، في إدارة التصويت الخاص وما يليها من إجراءات؟ أكون انعكاسات لو هاي شيء وهذا شيء آخر. شوف دكتور زيد، ابتداء ثقة الجمهور بالعملية السياسية ما راح أقول ضعيفة، راح أقول مهزوزة لسببين رئيسيين. الأول الكيل بمكيالين اللي هو واحد من سمات العملية السياسية، ودار عدد الأمثلة من 2005 و6 إلى اليوم عشرات ومئات إذا مو آلاف الأمثلة، توصل الاستثاث والعودة والسماح للبعض وعدم السماح، وهذا أطلق صراحة لصغر سنة وهذا أطلق صراحة لكبر سنة، يعني هواي تفاصيل إذا رد نحكي بيها. هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني هو التحولات السياسية الكبيرة اللي تجري. جبار بذيك الانتخابات يتهم سين بالسرقة، بهاي الانتخابات نازل وياه وصارين حبايب، هذني إذا تجمعهن يسوون اهتزاز بالثقة ويضعفن ثقة الجمهور بالعملية السياسية، ووحدة من تمظهراتها اللي هي العملية الانتخابية. لا شك أن المفوضية الحالية تحملت وزر وعبء ما جرى في انتخابات 2018 وما سبقها، واللي طبعا كانت السبب الأساسي في خرق ثقة الجمهور بالانتخابات بعد كم التصريحات الهائل اللي صار بعد 2018 واعتراضات ولملموا الموضوع أمم متحدة وجيبة منا ودي منا ومشت القضية، وشهدنا أسوأ 3 سنوات أداء سياسي اقتصادي أمني خلال العملية السياسية كلها.
الآن يراد من المفوضية تعيد ثقة الناس بالعملية الانتخابية بالانتخاب. وبالمناسبة بدأت تصريحات بعض قادة الكتل الآن تتحدث، أنا سمعت حديث للشيخ قيس الخزعلي يتحدث أنه احتمالية تزوير موجودة. هذا النوع من الأحاديث بالتأكيد يزيد في عمق الهوة بين من يريد المشاركة، بين لا يرغب لا يرغب متردد. الآن هاي العوامل والاستبعاد والإعادة أيضا عوامل لا تدفع الناس باتجاه المشاركة، لأن هو أصلا قلت لك ثقته مهزوزة. تجي تقول له طلعوا جبار رجعوا جبار، يقول اشتغلت رحمة الله، احنا ايش قلنا لعت هاي طلعوا جبار رجعوا جبار، يعني باكر عقبة هم راح تنسحب على نتائج الانتخابات. وبالتالي نحتاج إلى دقة في اتخاذ القرارات وأن تكون حاسمة، يعني خلاص استبعدت احافظ على قراري. انت جاي يعني تجيب على الفكرة من وجهة الرأي العام، لكن تعتقد بأنه هذه ما تأثر على إدارة العملية الانتخابية من الناحية الفنية؟ يعني راح تمضي والمفوضية تدير العملية الانتخابية بمعزل عن هذه التقاطعات وما تأثر عليها؟ يعني أنا ما أقدر أقول بمعزل عن التقاطعات، ولكن الأمل كبير بالمفوضية الحالية وبقوة السلطة القضائية في أن تكون هذه الانتخابات أكثر فاعلية وأكثر شفافية مما سبقها. لا تنسى المجتمع الدولي يراقب، مجلس الأمن داخل على الخط، يعني ارتدادات تشرين، الجميع الآن يحاول أن يعني الكل يباوع يقول وين صار التزوير، وين أكو انتباه شعبية عالية بخصوص إجراءات الانتخابات. توقعاتي أن تكون هذه الانتخابات في يعني بشكل هادئ أفضل من 2018، ربما لا تلبي الطموح بشكل كامل، لكنها بالتأكيد ستكون قادرة على تجاوز أخطاء كارثية حصلت في 2018. تعتقد أن المفوضية اليوم، المفوضية التي ستدير انتخابات 2021، أفضل بكثير من إجراءاتها وقراراتها من 2018، وبالتالي تعتقد النتائج ستكون يعني إلى حد ما وإدارتها ستكون مرضية؟ يعني حتى ما أقول الجو ربيع، لأن هسه إحنا بالخريف، الجو مو وردي، بعد أكو سطوة للمال السياسي وأكو السلاح وأكو التأثيرات، ولكن الانتباه أكبر، التركيز على الانتخابات العراقية دوليا أكبر، بمجلس الأمن، المنظمة الدولية والجمهور، والظرف السياسي 21 مختلف عن 2018. لذلك أتوقع أن تكون الانتخابات أكثر شفافية وأكثر عدالة، ما راح أقول عادل 100%، بس أقولها ممكن نسبة التزوير تكون أقل. أستاذ فيصل رقان، تتفق مع هذه الفكرة؟ إلى حد ما دكتور زيد، أنا أتفق مع الأستاذ جبار ومع دكتور أيضا فيما طرحه. يعني أولا دكتور طرح يعني طرح فت مسألة مهمة، أنه فعلا لما يصدر قرار من محكمة بدائية، يعني قرار محكمة بحاجة إلى تمييز، بحاجة إلى استئناف، إلى طعن، قد تختلف القرار، يعني قرار محكمة يختلف عن قرار محكمة أخرى. لكن اليوم إحنا نباوع على المفوضية، المفوضية هي جهة تنفيذية عندها قانون تمشي عليه، تحيلها إلى القضاء مثل ما قلنا اللجنة السباعية، هي اللي بتقرر أنه هذا القرار صحيح وما ممكن أن ينفذ أو يلغي. نعم، أنا الحقيقة أتفق مع أستاذ جبار في موضوع أنه الانتخابات القادمة أفضل كثيرا من الانتخابات التي جرت عام 2018 لأسباب عديدة. أولها الرقابة الدولية، احنا سابقا طبعا كانوا العراق كان يطلب مساعدة الدول الأخرى والمنظمات العالمية من أجل المساعدة في إنجاز الانتخابات، لأنه تجربته كانت قليلة بها. بيوم هاي اليوم بهذه الانتخابات الجاية العراق طلب موضوع آخر بموجب الفقرة الرابعة من المادة 10 من قانون المفوضية، يحق للمفوضية أن تطلب رقابة دولية من منظمات من دول. فكانت الطلب الآن يختلف، مو تعال ساعدونا نسوي الانتخابات، هذا موضوع انتهينا من عنده، تعالوا ساعدونا راقبونا إحنا راقبونا شلون راح ننجز انتخابات نزيهة. فالمنظمات الدولية ودول العالم اللي تشارك راح تجي مراقبة وتدقيق، وبعدين راح تقول لنا هاي انتخاباتكم نزيهة
ما بيها تزوير؟ لو لا والله انتخاباتكم مزورة مثل انتخابات عام 2018 وانتوا خارج التغطية تماما يعني. فلهذا هذا واحد من الأسباب. السبب الآخر هو أنه المواطن العراقي اليوم أصبح يعني هو الرقيب حقيقة، يعني درجة وعيه والتجارب اللي مرت به سابقا، عزوفة عن الانتخابات السابقة ونتائجها، اليوم خلته يشعر أنه يجب أن يؤدي صوته على أقل تقدير، يأخذ البطاقة مالته ما يتركها للآخرين المزورين. بالضبط. لذلك أعتقد أنه راح يكون الموضوع آخر. يعني اليوم إحنا نباوع على الانتخابات، أكو موضوع آخر يعني. لكن أستاذ فيصل بالمناسبة، نعم، نسبة المشاركة محسومة بعد قرار المفوضية اعتماد البطاقة الانتخابية كمعيار لنسبة المشاركة، فإحنا أمام انتخابات، نعم، لي قدام 55% 60% راح تتحدث المفوضية عن نسبة مشاركة. إحنا خلنا مثل ما قلت حضرتك أنت، اليوم إحنا لا نسبق الأحداث، خلنا ننتظر النتائج. النتائج هي من تعطينا البوصلة الحقيقية لوين راح تودينا الانتخابات، ولنتمنى إن شاء الله أن تدلينا بالطريق الصحيح لبناء بلد بعيد عن التزوير، بعيد عن وصول شخصيات غير نزيهة غير كفوءة لقبة البرلمان. أنا ردت أكمل أقول لحضرتك أنه أكو موضوع مهم كلش الآن. إحنا نباوع على صور المرشحين، يعني المواطن العراقي اليوم ماكو شيء مضموم عليه، يعرف هذا كان ما عنده ولا فلس، اليوم عنده 4-5 قصور بالمسبح وعمارتين ثلاثة وحصة بمول وكذا، منين جابه هذا؟ نعم هو ماكو عليه دليل قانوني، يعني ما يعني ماكو فد شيء يدينه، لأنه اشتغل بعيد عن الأضواء، وبالتالي ما قدرت الدولة أو الجهات المختصة أن تدينه، أو استخدم نفوذه مثلا وخلص من المسائل هذه. لكن منو الرقيب عليه الآن؟ منو الحاكم؟ منو القاضي الآن؟ هو المواطن. إحنا اليوم نباوع على الصور ونعرف هذا نزيه، هذا مدت إيده على المال العام على صورته، بمجرد أن يباوع المواطن العراقي على صورته. لهذا أنا متأكد إذا كانت الانتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير، راح فعلا المواطن العراقي أنا اليوم أشوف جبار المشهداني ابتسم، ما أدري معترض على فكرة يعني فراسة المواطن لو معترض على شيء آخر. ليش لا شيء قصة اللي يعني ايه بس خلاص تفضل استاذ جبار تفضل، شنو اعتراضك على كلامه؟ يعني مجرد استدراك مؤقت، يعني قصة الثراء الفاحش اللي صار عند الكثير من قادة الكتل السياسية ومن المرشحين ومسؤولين السابقين، وحتى قصص أدائهم اللي صارت معروفة عند الناس، اليوم اللي ما تعرفه 2006 تعرفه 2010، احنا اليوم 2021 الناس تعرف من اللي استطوى وزارة وسلمها بيد السكرتيرة، ومن اللي انطى المقاولات الأخوه، ومن اللي كان ما عنده وهسه عنده بدبي وعنده بعمان وعنده بكردستان وعنده بكل مكان، العالم تدري. بس انا ايضا استغرب اذا انت يا جبار تدري بهذا ما خذني كلهن، ليش تروح المؤتمر الانتخابي حتى تاكل؟ معقولة يعني؟ والله صوت المواطن اغلى من ذلك بالله العلي العظيم. روح شو تسوي سوي، بس انتخب من تعتقد به الافضل. زين. بعيدا عن قضيه عنده لو ما عنده، مين لهم يعني هسه؟ صدق المواطن ما يعرف ذول الناس مين لهم؟ صدق الناس ما تدري يعني؟ انا اعتقد الناس تعرف. انا فقط اختم بقضيه دكتور ايسر، محور مهم. اكو كيانات سياسيه مؤثره بالمشهد سلبا او ايجابا بدات تلمح الى أن التزوير قد يعني يكون ديدا العملية الانتخابية 2021. هل هذا تلويح بأن هناك معركة معقدة يجوز ما تقدر المفوضية حتى يعني أن تحسمها وتبت بها؟ يعني دكتور خلينا نكون بصريحين، سواء كانت هذه الجهات السياسية أو أي جهات حتى لو كانت مو مشاركة بالعملية السياسية، يبقى هذا الأمر مطروح في كل الانتخابات على مستوى كل الدول، موضوع التشكيك في نتائج الانتخابات في آليات. بس مو مبكرا أستاذ أيسر، مو مبكرا. أو لا البعض 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 يتحدث مبكرا حتى يضع الـ 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 يعني المسببات ويقول أنه تحدثت أنا قبل الانتخابات بهكذا إجراءات. هذا أمر وارد كثيرا في أنه يسبق الحدث حتى يكون أنه هو حاضر في المشهد بعد الحدث بأنه أنا حذرت سابقا وقلت وهذا الأمر.
وهذا امر يعني ما اعتقد انه هو مو صحيح او خاطئ او من هالقبيل، لكن هو كل واحد يخلي له رجعه مثل ما يقول خط رجعه يبرر بها الخساره تقصد؟ نعم اكيد، هذا بالتاكيد، كل من لم يحصل على ما يتوقع او ما يريده بالتاكيد سوف يذهب باتجاه الطعن في الاجراء. لكن هذه سابقه فقدنا الاتصال بالدكتور ايسر مع الاسف. استاذ فيصل ريغان، قضيه رجع للدكتور ايسر، دكتور ايسر كمل الفكره لو سمحت. نعم اي نعم، اعتقد راح يكون هذا موضوع يعني الطعونات وموضوع التشكيك في النتائج وما الى ذلك. لا فقدنا مره اخرى ويا استاذ فيصل ريغان. استاذ فيصل، يعني كمراقب ما اسالك كقانوني، هل تخشى من ان تكون فكره التلويح المبكر بالتزوير عصا تتهيأ للمرحله المقبله؟ اكيد طبعا، بالتاكيد مثل ما قال الدكتور ايسر، هنالك كثير من المشاركين بالانتخابات يخشون من فقدان مراكزهم الانتخابيه السابقه التي حصلوا عليها باي طريقه. اليوم بعد هذا الزخم وهذا المسائل كلها اللي حكيناها، قد يلوحون بكثير من المسائل لتبرير خسارتهم، وهذه قد تكون موجودة في كل مكان بالتأكيد يعني. لكن احنا نطمح ان تكون الانتخابات القادمة انتخابات نزيهة تصل بشخصيات كفوءة من اجل تغيير المسار السياسي الاقتصادي، مسار النمو، مسار رخاء المواطن على حساب ثرواته ان شاء الله بالتأكيد. تتوقع استاذ فيصل المنافسة معقدة؟ نعم. والخصوم مو سهلين، يعني عندهم جمهور، أغلبيتهم لا سيما المتنفذين عندهم سلاح، وبالتالي هل يعني التعامل مع النتائج سيكون بالأريحية المطلوبة لو المشهد أعقد من هذا الشيء؟ لا بالتأكيد راح يكون المشهد أعقد يعني بالتأكيد. أولا احنا بالمناسبة يعني كمراقب يعني، وأنا قلتها في برامج يعني حتى من خلال قناتكم الكريمة، هذه الانتخابات لن تظهر لنا كتل كبيرة كما متوقع للبعض يعني، لأنه هذا الانتخاب الفردي وتعدد يعني المراكز الانتخابية والدوائر الانتخابية راح ينتج لنا كتل ليست كبيرة، وبالتالي الائتلاف راح يكون صعب شوية يعني المستقلين عندما، وبالتأكيد مثل ما قلت حضرتك أنت، هذه الأحزاب لها قواعدها ولها ناسها ولها أعضاها ولها مؤيديها، وذولا راح بالتأكيد ذولا راح يوصلون للانتخابات يعني يشاركون بالانتخابات 100% قطعا يعني، لأنه تدري عندهم أيديولوجية يعني، ويبقى الآخرين يعني المستقلين الناس اللي تنظر إلى تغيير البلد، قسم منهم مترددين، وهذا مهمتكم، مهمة حضرتكم، مهمتنا إحنا كإعلاميين كقانونيين نشجع على مشاركة الشعب العراقي بالكامل يعني، وبالتالي سوف تكون النتائج غير النتائج اللي ظهرت المشكلة. أستاذ فيصل، يعني لا الحكومة لا الإجراءات لا البيئة جاي تساعدنا إحنا حتى نتعامل مع الرأي العام وندفع نحو المشاركة. أستاذ جبار المشهداني، هل التلويح بأن الانتخابات قد تشهد تزويرا سيعني أن هناك طرف يعني يهيئ لمرحلة الاعتراض على النتائج والخسارة، لكن هو ما راح يسكت، قد يلجأ إلى خيارات أخرى، هل هذا متاح؟ واضح جدا بالنسبة لي على الأقل، أنا يعني أتابع التصريحات والتلويحات والتلميحات، أقول الصراع الشيعي شيعي القوي جدا بين محورين واضحين جدا، وتوقعات كل طرف منهم بأنه هو سيكون يعني الرابح الأكبر، ويقولون يعلون أرقامهم قد يفضي بنا، هذه واحد من قراءات يعني تستند إلى وقائع، وهي أنا أقولها 50% أنه بعد انتخابات 10/10 إذا تحول هذا التنافس إلى صراع وهذه أجنحة مسلحة، ووجد أن إعادة الانتخابات هو الحل الوحيد للحفاظ على السلم المجتمعي، سيتم إعادة الانتخابات وتأجيل تحديد موعد يمكن منتصف العام المقبل كواحد من الحلول اللي تبعد البلد عن شبح الاقتتال والصراع الداخلي. نعم.
هذا السيناريو موجود، التلويحات تشير إلى ذلك، شدة التصريحات اللي تقول هذا الرئيس القادم هو صدري أو الرئيس وزراء القادم هو من محور الفتح والمقاومة، ويتحدثون عن عودة السيد المالكي. هذا الصراع الذي يعني لا يمكن غض الطرف عن موجود السنة والكرد يعني، ولا يمكن ولا يمكن أيها لصناديق الاقتراع أن تحل. نعم أستاذ جبار، لا يمكن، لا لا لن تحل صناديق الاقتراع وفق الآلية الموجودة حاليا. وفق كان كوريهان أيضا على التصويتات، يعني مثلا جعل تصويت الحشد الشعبي في مناطقهم وليس ضمن التصويت الخاص، كان واحد من الإجراءات التي ربما أسهمت كثيرا في عدم وجود ميل لكفة على حساب كفة أخرى. وبالتالي هل نتائج ما بعد 10-10 ستكون واضحة وكتلة قوية قادرة على تمرير حكومة وبرلمان وشيء؟ أنا أعتقد أنه تدوير المشهد الحالي بعد 10-10 والمضي بحكومة تصريف أعمال وتشرف على انتخابات العام المقبل واحد من السيناريوهات القوية التي قد يوافق عليها الجميع على مضض منعا للاقتتال الداخلي. وأنا يعني إلى حد ما أرجح مثل هذا السيناريو. شكرا جزيلا أستاذ جبار المشهد. أمزين أول مرة ترجح شيء وياي وأول مرة تتفق وياي فشي، كلش أشكرك أنا. شكرا جزيلا، شكرا أستاذ جبار. أستاذ فيصل ريقان تحياتي لك، شكرا جزيلا. أشكر الدكتور أيسر الجادري، فقدنا الاتصال به في نهاية الحلقة، أشكره جزيل الشكر وأعتذر على الخطأ الفني. مشاهدي الكرام نلتقي غدا، السلام عليكم. هذا حالة النازحين، كل المظلومين عندكم اجيبهم بيدي من اقصى العراق الى اقصاه. سيدات والساده، اعضاء مجلس النواب، رئيس الجمهوريه.